السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم اللي راح نعرضكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم باللي راح نعرضه أو بالمواضيع اللي عندكم. اللي يريد يخابرنا يقدر يتصل بينا على واحد من ذني الأرقام اللي تشوفوها أمامكم، وأي شخص ما يقدر يتصل بينا الرقم الأخير اللي بصفه إشارة الواتساب يقدر يدز لنا رسالة بالمواضيع اللي يريد يحكي بها. نبدأ أول ملف ويانا هو ملف النازحين، هذا الملف اللي يتحول في فترة الانتخابات فقط للكسب السياسي، وراء هذا الشيء يترك على حالة يعاني النازحين ما يعانوا. نازحو مخيمات الأنبار ومعظمهم من مناطق تسيطر عليها الميليشيات من سنوات تمنع أهلها أن يرجعون إلى مناطقهم بذرائع مختلفة، خصوصا المهجرون قسرا من جرف الصخر. ناشطين انتقدوا دور الحكومة والإطار التنسيقي برئاسة محمد الشياع السوداني وزارة الهجرة والمهجرين الحالية بسبب الإهمال الكبير اللي يلحق النازحين، وحمل بعضهم الحكومة مسؤولية سلامة النازحين بظل هذه الظروف الصعبة. ويا ارتفاع درجات الحرارة جددوا النازحين من جرف الصخر بمخيمات النزوح بالأنبار مناشداتهم الأهل الخير أن يتم توفير مبردات وأدوات تقيهم حر الصيف وتمنع معاناتهم خلال هذا الفصل الحار اللي توصل درجات الحرارة به إلى درجات حرارة قياسية، نصف درجات غليان في أجواء شديدة حرارة، وتنتشر هاي المخيمات اللي يقطنها النازحون بهاي المناطق. خلونا نشوف هاي المناشدات. قوتنا من جرف الصخر نازحين، والله كتلنا الحار ما جابونا مبردات، ريدنا مبردة كل شيء ما جابونا، مرضى ما بينا طموي، ريدنا مبردة حارة الدنيا ما عدنا نشتري، وين أهل الرحم وين أهل المرود؟ الجو حار حيل، هسه الكهرباء مطفية وطالعين برا لا مبردات، ومحتاج ثلج، إذا أكو ثلج بعد قهوة نقلها نشرب لنا مية باردة، مبردات ماكو. طالعين برا حتى لا تجي كهرباء هم مبردات ما عندنا، ذبحنا الحر ذبح، وعندنا مبردات كلها مكسره ورايحه منتهيه، صار لها 4 سنوات وخمس سنوات، ونريد محتاجين مبردات ومحتاجين ثلج. يا اخوتنا يا المؤمنين يا محسنين المتبرعين جزاكم الله خير الجزاء، ونتمنى لكم الموفقيه والصحه، جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله بيكم على المساعي الحلوه، لا تقطعون من عندنا هلكم وناسكم، بحاجه الى مبردات وبحاجه الى ثلج. لكم من الله الأجر والثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي مطالب النازحين، يعني بدل ما يقولهم يا برجعونا لبيوتنا، يا برجعونا لمناطقنا، يا برجعونا لحياتنا القديمة، ده يقول لك أريد مبردة، أريد ثلج حتى أشرب مي. على ما يبدو أن معاناة النازحين بالمخيمات ما راح تنتهي بوقت قريب، بوسط تناقض المواقف الحكومية بين إعلان الرغبة بعودتهم إلى مناطقهم ومن جهة ثانية منح بعض الموافقات للاستقرار بالمحافظات اللي نزحوا إلها، إضافة إلى محاولة إجبار البعض منهم على العودة إلى مناطقهم المدمرة بشكل قسري. وعلى الرغم من إعلان وزارة الهجرة والمهجرين التزامها ببرنامج حكومة إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية خلال 6 أشهر فقط، لكن الوزارة والسلطات منحت موافقات لآلاف النازحين أن يستقرون بالمحافظات اللي نزحوا إلها. وموازاة هذا الشيء أكد مرصد حقوقي أن السلطات الحكومية تأسس مخيمات جديدة قرب قواعد الميليشيات المسلحة في عمق صحراء الأنبار حتى تبقى لهم سجن جديد. وأظهر مقطع مصور سيدة نازحة من جرف الصخر تقطعت بها السبل وراء إغلاق المخيم اللي كانت عايشة به دون أن توفر الحكومة أي بديل إلها. وجهت هاي السيدة مناشدة إلى وزارة الهجرة ورئيس الحكومة الحالية على أمل أن يوفروا لها خيمة قبل ما تدهور حالتها وحالة أسرتها حتى تعيش بها. تعالوا نشوف. أنا هسه بالشارع مخيم بزيبز، ما عندي كرفانات ولا عندي خيم، جبت كرفانات من السياحية وطارت بالهواء، وهاي أغراضي أنا وجهالي بالشارع، أنا عشتها تسوي لي حل، وأوراق ما عدنا، وأني أرملة، وأنا وأطفالي هسه بالشارع، أنا عشتها أريد منها تساعدني، ما عندي لا أوراق ولا عندي خيمة ولا عندي كل شيء، ما عندي هسه أنا وأطفالي بالشارع. الرئيس السوداني محمد شياع السوداني يسوي لي حل، ما عدنا أوراق، وأساني بمخيم بزيبز أنا وأولادي بالشارع، وجيت من السياحية قفلوها وما ظل حد بيها، جابوني على بزيبز أساني بالشارع، وما عندي لا كرفانات لا عندي خيام. سؤال، هذا الطفل اللي بعمر الوردة، الطفل البريء شنو ذنبه؟ الطفل الجاهل الصغير بالعمر شنو ذنبه يتحاسب؟
ليش هذا الطفل ما عنده أوراق؟ فلنفرض جدلاً أنه أبوه مجرم، فرضاً داعجي، هو شنو ذنبه؟ شنو ذنبه يتحاسب بجريرة واحد ثاني فرضاً لو كان هذا الأمر صحيح؟ شنو ذنب اللي قاعد بمخيم اللي خسر بيته وأهله وناسه وقاعه وحلاله ورزقه وكل هاي اللي كان مستقر بها خسرها بسبب تنظيم إرهابي دخل إلى المنطقة بتقاعس الجيش بنفسه بسبب تسليم رئيس وزراء إلى ثلث العراق إلى جهة إرهابية والجيش لبسه ودشاديش وانهزموا وكانت خيانة عظمى للعراق وشعبه يجون يتحاسبون دوله. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق موجود ويانا من آيات أرناؤوط يقول الله ينتقم من اللي كان سبب معاناتكم، شو نسوي؟ سياسيين سفلة فاسدين ما يفكرون غير بمصالحهم ومنافعهم الشخصية، عملاء خونة. خالد عبد الرزاق يقول أين منظمات حقوق الإنسان التي صدعت رؤوسنا شعاراتهم؟ أين هم عن مأساة النازحين في بلدهم؟ وما هو ذنبهم؟ لماذا لا يسمح لهم بالعودة لديارهم؟ أم لؤي الخالدي تقول ربي رحمتك ولطف بهم، ارحمهم وارحم أطفالهم وشيوخهم، ما عندهم غيرك. سلوى السعيداوي تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يا رب رحمتك بعبادك المستضعفين في الأرض يا أرحم الراحمين. فكانت هاي بعض التعليقات اللي انتشرت على هذه المقاطع. وعندنا اتصال أبو عمر من الناصرية. السلام عليكم عم أفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أشكر كاتبكم هذا الطيب الشريف. الله يسلمك، لا شكر على واجب. طبعا بالنسبة لذول النازحين يعني صارت قضيتهم طويلة. نعم. الله ينعم عليك. لأن عندنا ناشد حقوق الإنسان، هاي حقوق الإنسان من يجونا مرتشين. نعم. زين. ويعرفون كل شيء يعرفون، زين عمي العالم رجعوها لبيوتها. ناس رجعوها لبيوتها. قد تستقر العالم خطية، هاي الناس بيها مرضى، ناس بيها ناس شياب كبار، نسوان كبار، يلا ولا هاي الأطفال شنو ذنبها؟ يعني انحرمت من المدارس، يعني حطمتوهم، يعني شنو ذولا كلهم مجرمين؟ أبدا أشوف يعني كلهم مجرمين ذولا، يعني هاي ماكو أمم متحدة، العالم ما جاي يشوفهم خطية ذولا، يعني تجون هنا جاي يرشوكم كله بالدفاتر، زين، وجاي يضحكون على العالم خطية، راحت العالم، راح يعني راح حلالها ومالها، يعني تسلبت. أنت شوفهم يعني كلهم إرهاب. نعم. يعني هسا بيهم أطفال ولا هم إرهاب. زين تسمعني عمي فهد ولا؟ أسمعك. زين ذولا يعني ذولا كلهم مجرمين ذولا، يعني ذولا كلهم دواعيش. نعم. يعني هاي ما صار بكل تاريخ العالم. زين عمي ذولا عراقيين، عمي عراقيين ذولا، هذا بلادهم. أرجحهم عمي، يا لولا يا عمي كافي إيران كافي تحطون يديكم بيدي إيران، عيب عليكم، من هنا هذا وطنكم. نعم. هذا اللي يكون وطنك، أفشن اللي يكون وطنه، يا لولا يعني بأمة الإسلام. نعم. يا لولا أنتوا حتى ما عندكم قيم، عيب عليكم دولة، والله حطمتوهم خطية، رجعوهم دولة رجع. والله أنا أتابع الحلبوسي، خلي يسمعني، يا لولا زين والله العظيم اتبع علي انا، ليش؟ ذولا مو اهلك؟ نعم. يعني ذولا منك وبيك، زين؟ ليش هيك؟ ليش كله وعودات كاذبه تكذبون عليهم وتحطوا لهم مصر؟ عم العالم انقطعت من الحار، انقطعت من الجوع، ليش هيك؟ ليش يعني انت رئيس وزراء ما جاي تشوفهم؟ ليش عمي؟ ليش يعني تبقون دائما انتم ميليشياتكم وانتم تابعين لايران؟ يعني ايران شحش، انت تفصلون وتغبسون، عيب، هذا بلادكم، ما عنده ضمير على بلاده، وبعد عليه من عنده ضمير، يا لولا كافي، عيب عليكم، استحوا، هاي الاطفال انا عوايفكم تقبلون هيك خطيه بالخيام؟ زين يقبلونهم بالخيام يا افل؟ زين يعني العالم مرضى هسه والله العظيم ما حد يقلبهم، زين عفوا حلالهم ومالهم، زين يعني بطريق ملابسهم اللي عليهم جايبيهم. نعم. زين كم من سنه من سنتين قلونا عندكم يعني عندكم حال؟ عندكم يعني قلونا يعني ترجعونهم دول ما ترجعوهم؟ زين لو لا لو تضحكون على العالم انتم، لان العالم انتهت عم، انتهت. انت البلاد كلها انتهت،
انتوا نظروا خطيه نظروا لهم نظروهم بعين رحمه مو بعين غضب. قالوا عيب كافي عيب اسرائيل وعيب عيب ايران وعيب امريكا. لا كافي من الديونه عيب. نعم استحق ويخجلوا. لا موازنه حتى الموازنه راح تاكلونها بيناتكم. يوميه طحين اجي تعيدون مجلس محافظه. يا مجلس محافظات هذا زين تدون البوق تعيدون نفس الوجوه كافي عيب استحقوا استحقوا. نعم ضمير. نعم ضمير خلوكم. نعم شكرا. نعم شكرا شكرا لك ابو عمر. يعانون سائقي سيارات النقل الخاص بالمحافظات العراقيه من انتشار ظاهره الابتزاز وين بنقاط التفتيش والحواجز الامنيه على الطرق الخارجيه. لما يوقفون همينا بالجراجات او المرائب المخصصه لكل محافظه. اضافه الى الابتزاز اللي موجود على مداخل العاصمه بغداد لانه يتم فرض اتاوات عليهم مقابل انه يعبرون. يعني اللي يريد يعبر سيطره يدفع فلوس، اللي يريد يطب من سيطره يدفع فلوس، اللي يريد يطب بجراج يدفع فلوس، فكل شيء صاير بفلوس طبعا لانه في البلد قانون الغاب. من سنوات الاحتلال الاولى شهد العراق فوضى كبيره غيب شيء اسمه الدوله بشكل شبه كامل بعد ان اصبحت الميليشيات تتحكم بالمعابر بين المحافظات وتفرض اتاواتها بالمناطق اللي تسيطر عليها حتى تحولت الى وحده من ظواهر الفساد اللي تنخر الوزارات والمؤسسات الحكوميه. بغداد رصد سائق يشتغل على سياره على خط بغداد البصره بمرآة بالنهضه عجلات تتبع الشرطه الاتحاديه. العناصر هناك دا يفرضون على سائقي السيارات ان يدفعون اموال، واكد انه هذا الشيء دا يصير بصوره متكرره بدون ان تتخذ حكومه السوداني اي مبادره حتى توقف هاي الممارسات. تعالوا نشوفها. سياره النجده اليوم هنا واقف، كل سياره تطبق هنا يحطها ب 5000. سجلها يمك عيني، كل سياره 5000، وهو لا شغلته ولا يمه ولا بقربه، بس مجرد يلم فلوس. هاي ها اها نجدة واقفة جوا الجسر مال النهضة. لا هو مرور، لا هو هيئة، لا هو مسؤول قاطع. ما اول يوم اليوم هنا أنا واقفة وتلم خمسات، كل مخالفة ب 5000 وانت تركب. قالوا الشرطة الواحد يهرب منه 5000 كل مخالفة. إذا كل سيارة 5000 يعني 40 سيارة 200000. زين السيارة الوحدة إذا راحت ورجعت طبت مرت اللخ هم تدفع 5000؟ زين هاي الفلوس اللي ياخذوها ما شنو؟ تجار عراقيين اكدوا انه الاتاوات اللي دا تنفرض على السيطرات زادت من اسعار السلع واللحوم والخضروات بالسوق المحليه بالعراق بسبب انه الاموال اللي دا يضطر التاجر يدفعها بالسيطرات الحكوميه او اللي موجوده تحت سيطره ميليشيات الحشد حتى تعبر بضاعته، ولهالسبب يريد يعوض الفلوس ويمشي تجارته، بس من يوقع بيها ابن الخايبه. التجار اشتكوا من تعرضهم لخسائر كبيره بسبب ساعات الانتظار اللي تبقاها الشاحنات بالمعابر بحال عدم دفعهم للاتاوات، وهذا الشيء اللي عرض بضاعتهم للتلف قبل ما توصل. احد سائقي شاحنات الحمل اللي تنقل خضروات اكد تعرضه للابتزاز من قبل ما يعرف بالامن الاقتصادي ان يدفع اتاوه مقابل العبور بسيطرات الدوز وقضاء الخالص بدياله، وارغموه ان يدفع $1000 على كل سياره. تعالوا نشوف. هاي المناشدة إلى اللواء حسن الغنامي مدير الشؤون العامة لمكتب الوزير، المناشدة للوزير عبد الأمير الشمري. احنا محملين طماطة تقريبا 5 سيارات، 3 منهن مالتي ومال شريكي. لزمنا لزمونا سيطرة الدوز، الأمن الاقتصادي مال الدوز في عميد عماد ويا يونس التركماني
كل سيارة أخذوا من عندنا بالباطل بالباطل، كل سيارة 10 ورقات، 3 سيارات أخذوا من عندي أنا 30 ورقة شخصيا، 30 ورقة أخذوا من عندي، والزرع انمرد، قال لي باكر أسلمك الزرع، ما سلمني الزرع ولا السيارات، ويا اليوم صار 7 أيام وهي طماطة وإحنا كلنا على باب الله. زين يعني فوق ما دفع الفلوس ما سلموا البضاعة مالته. هنا السائق يقول لك أنا مالي دخل، أنا سائق، أنا واسطة نقل أوصل البضاعة اللي يريدها التاجر من المنطقة الفلانية إلى المنطقة الفلانية، أتفق وياه على سعر، مال أدفع فوقها 10 أوراق على سيارة، أنا ما أشيل حملها، منو راح يشيل حملها؟ التاجر يقول له أنت تدفعهن. يجي التاجر يشيل البضاعة 1000 و2000 و3000 حسب ما قال السائق، هنا عنده 3 سيارات دفع عليها $3000، منو يوقع بيها؟ لأن التاجر يقول لك أنا أرد أربح، أنا جايب البضاعة وأبيعها على مود أربح، والسائق يقول لك أنا مالي علاقة، فراح يوقع بيها المواطن اللي يشتري الشغلة 10 قام يشتريها 20 ببلد لا برواتب لا بوظائف لا بتقاعد لا برعاية اجتماعية وببطالة عالية جدا وبأمية عالية جدا. ليش؟ لأنه أكو ناس ما تفكر بهذا الشيء. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يعني من منصة فيسبوك أبو ملاك العزام يقول والله ما أدري ليش هيك يسوون، عمي يتركوا العالم تشتغل على باب الله، العالم باع سياراتها من وراء السيطرات، عمي والله هذا دمار للاقتصاد وحركة التجارة، أفتحوا السيطرة للعالم، وترى السيطرة ما تمنع أي شيء، مجرد تعطيل للعالم وأخذ رشاوة، والأمن والأمان ما ينفرض بسيطرة تعبانة، المفروض ينتبهون لهذا الموضوع. المهم قيس التركي يقول هذا هو العراق الجديد والمصيبة طريق دولي، والله مخازي وعيب. محمد مصطفى المرعي يقول لا حياة لمن تنادي، حكومة حرامية وسلابة وقادرين على الفقير، الله ينتقم منكم. أما محمد حيدر الشمر يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، عليكم يا ظالمين، شنو ذنب هاي العالم الفقرة؟ ليش هيك محاربين السائق الفقير العايف أهله بسبب العيشة الصعبة؟ فكانت هاي تعليقات الناس حول هذه المواضيع. بس أنا أريد أطرح سؤال، إذا جت تريلة من دولة الأرجنتين وعبرت الحدود ووصلت إلى سيطرة، ولقوا السائق يقول له السلام عليكم، راح يأخذ منا $1000؟ أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفل. حياك الله أخوي. السيارة تجي من الأرجنتين أستاذ العزيز، نعم، هاي تجي شايلة تكرم مشروب أو تشيل شيء ثلاثي من هذين الطايح حظها ماكو، تعال المن تابعة عاد في شنو تلقاها؟ تلقاها من هذين السيارات السود تابعة زيد من الناس، نعم، تعبر هاي من السيطرة، تظلم تعبر من السيطرة، نعم. وطلعت قبل شوية هاي أختنا من تقول أنا بالشارع، يعني الحلبوسي أو محمد الشاع السوداني خلي نفسه بمكانها، خلي نقول أخته أو زوجته يقف بهذا الشيء يقبل، بس أنا أقول لك يقبل لأن هو ما عنده لا أخته ولا أمه ولا زوجته بالعراق، برا العراق مو ناشد على العراق، هو العراق ماكو ينهجم يخرب، المهم هم رجوبهم، نعم. يعني من نحكي ماكو يقول لك ليش تحكي؟ ليش تطالب بهذا الشيء؟ يما العالم فانحرها، عمي احنا مو بطالة هسه، أنا من الذين كاسب، بطالة غير وكاسب، يا حبيبي عوقني بحالي، يعني انت من تجيني بالسيطره وين رايح وين جاي؟ انت شعلك وين رايح وين جاي؟ نعم. يتفتش السياره، فتش السياره، تي الهويه هاي هويه، تي السنويه هاي سنويه، حاسبني عشية الغلطه، تي الاطفائيه هاي اطفائيه، بس انت تقلي وين رايح وين جاي؟ يا عمي دوائر فاشله، والمدراء العامين ترى تي المدراء العامين من تجي تقيسها، نعم، مازاد كان مواقف بعصبه ما رقي، عدوى ما رقي، تدفع انت تصير مدير، ما تدفع انت ما تصير مدير، نعم، يعني اللي يدفع مني راح يدفع من جيب وجيبك، انت من تجي على المرور والله هاي ما طرق وجسور، هاي ما ادري ماليش، هاي ما ادري ما وهي الطرق وينها يا اخي، انت من تقول لي طرق وجسور، نعم، هو جسر الفتحة عصى عليكم صار كم سنه، نعم، يعني طلع قبل فتره طلع على قناه من القنوات قال 6 أشهر فوق 70 من ضربه امريكا، نعلة الله على امريكا من ضربة العراق وفلشت الجسور، بست أشهر فوق السبعين جسر كملوا بست أشهر،
هذا بيا بقيت على يسموه هم هذول خوش اوادم يسموه بغت الطاغيه. يا الطاغيه اقول لك يا الطاغيه مات وهو ما خلص صار شماعه يعني يقول عليهم شدبهم. يعني هسه انت مو تقول صدام حسين طاغيه يا جينا وياك طاغيه. نعم. وين انت بمكانه شنو؟ نعم. التموينيه وين؟ الخصوصيه التموينيه الحصه التموينيه. نعم. ويطلع لك واحد ماكو او قنوات سوينا وحررنا ايش حررت انت؟ ايش حررت؟ يعني ما اقدر اتجاوز زين من اتجاوز انت تدعون علي تقولوا ما نسمح هذا الشيء. الحررت شنو؟ الحررت شنو؟ نعم. تو من يطلع تطلع صفقه مال السلاح مبيوعه الصفقه مال السلاح بغت نظام صدام حسين الله يرحمه انا اقول الله يرحمه. نعم. زين انباعت زين من اللي اشتراها هاي الصفقه؟ شنو هي طماطه وانباعت بعلوه؟ No. يعني ماكو حساب غير ماكو كتاب غير كلام الشركه. No. زين هاي صار راح يطلب بين الشهر السادس الميزانيه الخميس الجاي الجلسه الجايه. عمي هل يستحون؟ ما يستحون ما يستحون ما يستحون. No. هذا ابو عمر هسه اخونا طلع من الناصريه يقول يستحون. يا من اللي يستحي عمي؟ نعم نعم. ناس لا غيره ولا غرغره ولا 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 ذمة ولا ضمير. نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو عبد الله. كان من المفترض ان تدخل ويانا ام نور من بغداد بس انقطع الاتصال وياها اذا تريد ترجع لنا بعد هذا الفايل. مصادر صحفيه كشفت رفض السلطات الحكوميه ان تخصص مبالغ ماليه لمواجهه ازمه الجفاف اللي تحاصر العراق، واشارت المصادر انه قانون الموازنه الحالي يخلو من التخصيصات الماليه لمواجهه التلوث البيئي والتغيرات المناخيه اللي تهدد سبل العيش، وبينت ان حكومه الاطار التنسيقي تنصلت عن برنامجها في القضايا البيئيه اللي تاثر على حياه المواطنين. المصادر ذكرت انه استمرار تجاهل السلطات تقديم المعالجات الحقيقيه لتدارك الازمه اللي صارت تفتك بالعراقيين جعلت العراق يواجه اقصى موجه جفاف مرت عليه من عقود. بهالاثناء وثقت صور متداوله من ايام انحسار المياه في بحيره عانه بقضاء عانه بمحافظه انبار غرب العراق، وتبعد هاي البحيره حوالي 3 كيلومترات عن مركز القضاء، وتكونت البحيره بعد غمر مدينه عانه القديمه بالمياه نتيجه انشاء سد حديثه، وكانت موقع سياحي واقتصادي يزوروه السكان من مختلف المناطق للاستجمام وكذلك لصيد الاسماك. تعالوا نشوف. هسه يجي واحد ويقول انتو جاي تحجون مواكو مي؟ حبيب قلبي دا شوف هذا البرج، المي كان لهنا، يعني من البرج واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، ست شبابيك، اذا كل شباك متر ونص في ستة هاي تسعة امتار، هاي التسعة امتار كلها نزلت، المي كان هنا وهذا كله مي كان ما تشوف تراب، هذا كله كان بحيرة، بحيرة عانة كبيرة مو صغيرة. أما هسه بدنا نشوفها هذا مستنقع وليست بحيرة. من أيام الدولة ورواد منصات التواصل الاجتماعي صور توثق انحسار المياه في نهر الفرات في والبحيرات والأهوار في محافظة ذي قار، وأقرت وزارة الموارد المائية الحالية بالعراق انخفاض الخزين المائي للبلاد وانخفاض المستوى البيئي ومستويات قياسية بعد تفاقم أزمة الجفاف والسياسات غير المدروسة للحكومات اللي أضرت بالخزين المائي بصورة غير طبيعية وزادت من رقعة الجفاف خصوصا محافظات الجنوب. هالأثناء بينت الصور انخفاض مناسيب المياه بنهر الفرات بذي قار وتأثر الثروة السمكية بهذا الانخفاض اللي هدد التنوع البيئي والحياة الطبيعية بحوض النهر. على نهر دجلة 31
العالم قبل كانت لما تصيد سمك ما تحتاج تشوف عفوا ما تقدر تشوف السمك، تحتاج شبشه وسناره وغيرها وطرق الصيد حتى يصيدون. هسه جماعه يطب يتمشى يشيل لوحده ويطلع، لان السمك دا ينازع حتى يوصل للمي. ليش؟ لانه مي ماكو اصلا. اما بغداد رصدوا المواطنين بيها جفاف نهر دجله وتراجع منسوب النهر الى حد غير مسبوق وترسب املاح واتربه بقاعه بمشهد اثار قلق من تفاقم الازمه خلال الاشهر المقبله من فصل الصيف الحار. هاي الصور طلعت سير مجموعه من الشباب بداخل مجرى النهر على الاقدام ويلعبون رياضه بقاع النهر اللي طلع فجاه بسبب موجه الجفاف. خلونا نشوف هاي اللقطات الصادمه. على نهر دجله 31/5/2023. هاي نص الشطح مشي مشي، هاي العظمية وهاي الكاظمية، هاي الشباب يلعبون طوبة بنص الشطح مشي مشي الشطح وين ماكو. هاي بالضبط بنص الشطح. هاي العظمية وهاي الكاظمية، واكو حادثة شهيرة صارت بوحدة من الزيارات، حادثة جسر الأئمة. لو الشط كان بذاك الوقت مو هيك ما كان غرقوا ولا كان سمعنا بعثمان اللي حاول ينقذهم. فتخيل الشط لوين واصل بالحال بحيث انه صاير هيك. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا يعني من تويتر او تغريده على علي العراقي السومري يقول: اين الحكومه واين دورها فيما يجري؟ يجب اعطاء هذا الموضوع الاهميه القصوى لتحكمه بمصير اكثر من 40 مليون انسان يعيشون على ارض العراق. انقذ العراق من الجفاف. ورد يقول: يعاني الجنوب من جفاف دجله والفرات والحكومه لا تحرك ساكنا بالمطالبه بحصه العراق حسب المواثيق الدوليه. الى متى هذا التسيب واهدار حقوق الشعب ليصل الى رمق الحياه؟ هاشتاج انقذوا العراق من الجفاف. حسام العتاب يقول: عندما تكون حكومة ضعيفة هكذا تكون النتائج، فساد، قتل، نهب، وقلة مياه، وضع اقتصادي مزري، الشعب العراقي يقتل ببطء، الزراعة في خطر، بلد النهرين بلا مياه، هاشتاغ انقذوا العراق من الجفاف. أما محمد يقول: دجلة والفرات يحتضران بظل حكومتنا الخرنقعية، سلبوا البلد ودمروا المصانع ورجعوا على تجفيف الأنهار، حكومة ضعيفة هزيلة، هاشتاغ انقذوا العراق من الجفاف. وهذا احد الهاشتاجات اللي تصدر ترند العراق في هذا اليوم. ام نور من بغداد رجعت لنا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا طلاب السادس نطالب وزير التربيه بتاجيل الامتحانات من 15/7. نعم. لان مو كل الطلاب داخلين خصوصي. احنا بالمدارس لحد الشهر الرابع كملنا بس 3 فصل من اصل 10 فصل، واحنا هسه يعني من الشهر الرابع لحد الان نكمل النقصات. لو شو وقت نبدي مراجعه؟ يعني ام نور سؤال. انتوا من بدايه الدوام بشهر 9 الى شهر 4 مكملين 3 فصول من 10؟ اي من اصل 10 بالنسبه للفيزياء بالنسبه للرياضيات. نعم، يعني الدروس العلمية وما نكمل بقية المواد. يعني احنا كلنا معتمدين على نفسنا، ما عندنا فلوس يعني حتى ندخل خصوصي. نعم. ايه يعني مو كل الطلاب عندها خصوصي حتى تدفع فلوس وتدخل من 1/6 وتقرا المواد. يعني احنا بدينا ويا المدرسة لحد شهر الرابع احنا بس 3 فصل، البقية الاصل كله علينا يعني نعتمد. نعم. ولا يعني كل موضوع من كل فصل يقرون يعني بس مثال واحد، يعني وين نقيم؟ احنا كلنا جاي نعتمد على نفسنا. نعم 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 نعم. بالنسبه لي انا احكي عن وضعي، انا يتيمه وما عندي احد، وانا يعني اشتغل اضافه يعني الدراسه، يعني انا ما عندي معين لاحد، يعني احد يعينني ولا عندي احد يصرف علي حتى اقدر اصرف يعني للمدرسين الخصوصي. كل مدرس يريد له 800 ألف. يعني انا منين اجي؟ والله يعني معتمده على نفسي كله على اليوتيوب وما جاي الاحد يكمل يعني حتى اراجع. نعم. وكل سنه هي الامتحانات الشهر السابع، بس هاي السنه يعني خلوها بشهر السادس.
نعم نعم نعم، وصلت الرسالة. احنا حكينا عن موضوع الامتحانات قبل يومين. شكرا لك ام نور، وان شاء الله سمعوك. طلاب الصف السادس اعدادي عندهم مشكلة انه الامتحانات هاي السنة سووها ب 20/6، بينما السنين الباقية كانت يوم 21/7. هسه يقولون احنا نريدها الى منتصف شهر 7 حتى نقدر نكمل المنهاج. بس انا سؤالي مو هنا، ام نور تقول احنا لحد الشهر الرابع كملنا 3 فصول من 10 في بعض المواد العلمية المهمة مثل الفيزياء والرياضيات وغيرها. يعني المعلم او المدرسة شان يسوي 9 والـ10 والـ11 والـ12 هذني 4 اشهر، والواحد والثاني والثالث والرابع هذني 4 8 اشهر. انت خلينا نشيل عطلة نصف السنة، لكن انت شن تسوي بحيث وصلتهم للرابع تقولهم انتوا لكم 3 و7 انتوا تكملوها؟ بيا دين هذا التدريس. أبو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لهذا موضوع الحدود والمنافذ الحدودية، يعني هذا أيضا موضوع شائك. نعم. يعني العراق يجامل اللي يسموها الأرجنتين اللي هي إيران. نعم. يقول عادل زوية يتجينا المخدرات من الأرجنتين. نعم. الجانب الإيراني معفيين من كل منفاس من شي يسموه لما عبور بدل تانزيت هذا. نعم. بينما الجانب العراقي من يروحون الإيران يأخذون من عنده ضعف، شو مش قد مستهينين بينا، هاي واحدة، وتدخل المخدرات وغيرها والإرهاب وغيرها. يجي شغله ثانيه بالنسبه للمياه، يعني يطلع لك وزير الزراعه ووزير البيئه والذي يسموه الموارد المائيه، ما يستحي يقول يجب على الفلاحين ان يتبعون طرق شو يسموه التنقيط الشقايه الحديثه، لك ما تستحون، ما تجوب تخافون تقولون ايران قاطعه علينا المي، لا خاف يدقوكم بالمدس. وإلى الآن ما مقر الموازنة اللي هي مصير الشعب العراقي كله من وراء وجنابه لحد اليوم هو يصدر يوميا 1,000,000 برميل نفط بسعر 8 دولارات، 8 دولارات إلى إسرائيل يوميا وباتفاق لمدة 50 سنة، وهذا مخالف للدستور العراقي. وين السيادة اللي يتحدثون عنها؟ معب عليهم بلد يشكون اشعر وزين. هاي الامطار يا ما صادكم عبره كم سنة يدوك امطار يا سووا بحيرات منخفضات ارضية وفد اخاذيب تتجمع المي، بس هم يردون الله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. ايران يقول لك بلد شقيق، لك البلد الشقيق يقتل الناس ما حتى المي ما يطير مياه. والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول 3 يؤخذن دون استئذان، الماء والنار والكلى. وبعدين الدول المتشاطئة اتفاق دولي ممنوع تقطع أو تغير مجرى النار إلى داخل أراضيك وانت دولة منبع، وأن لا يبنى أي صغر مهما أي سد مهما كان صغير، يقول إلا في الدولة التي ينتهي فيها النهر. شكرا لك أبو زينب. نواصل برنامج صوتكم للحديث عن انهيار بالقطاع الصحي بالعراق بظل الإهمال وغياب الرقابة ولعب الإفلات من العقاب والفساد دور رئيسي بهذا الانهيار المستمر للقطاع الصحي في العراق، واللي يعتبر من الدول الأكثر فساداً بحسب منظمة الشفافية الدولية. كان موقع نوميبيو الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم وجودة الرعاية الصحية صنف العراق بمنتصف شهر أيار الماضي بالمرتبة 3، مو كأحسن، كأسوأ دولة في مجال الرعاية الصحية الأولية بالعالم. الموقع ذكر بتقريره لعام 2023 أن العراق إجا بالمرتبة 3 كأسوأ رعاية صحية بالعالم من أصل 94 دولة مدرجة بالجدول، وحصل على 43.46 نقطة فقط، متقدما على فنزويلا وبنغلاديش. بل أثناء أظهر مقطع مصور تأخر الطاقم الطبي عن دوامهم في مركز الرعاية الأولية في الرضوية بالنجف، الأمر الذي أجبر المراجعين على الانتظار صباحا أمام المركز، وجل ذول اللي قاعدين هم من المرضى. تعالوا نشوف. هذا المستوصي الساعة 9:30، يا الله يبقى الدوام. شفنا مقطع الرضوية
هاي الوادي شوفوا واقفة خطية من الصبيح لس قرب الجامع صادق الأمين. هاش انت مواتف عندنا؟ جامع قرب الجامع صادق الأمين منطقة الرضوية. الوادي صار لها ساعتين قاعدة هنا. أكبر والله من ساعتين. ساعتين ونص. يوميا هيك شيء. راح تلقى 9 ولحد الآن في الشمال. الساعة 9 ماكو. مع هاي الوادي. تفضل راسي على الدوام. تفضل راسي. القطاع الصحي المتهالك على مدار عقدين تحول الى رافد رئيسي من روافد الفساد بالعراق للي وفر من عقود ومناقصات الى الفاسدين والأموال اللي تدخل إلى جيوب الأحزاب والميليشيات وجهات نافذة بالحكومة واللي تسعى بدورها أنه تستثمر هشاشة النظام الصحي وتساهم في ديمومة هاي الهشاشة حتى يضطر المواطن أن يسافر إلى خارج البلاد أو يلجأ إلى المستشفى الأهلية اللي يملكها نفس اللي خلي المستشفيات الحكومية بهذا الحال وبوافق اتفاقيات بالغالب معدة سلفا تحصل بموجبها مافيات الفساد على نسب كبيرة من عائدات هاي المستشفيات السلطات الحكومية دا تحاول تستر على اللي يصير داخل المستشفيات وصل بها الحال أنه تمنع الناشطين والمؤثرين من الدخول إلى ردهات المستشفيات خوفا من أن تصل الصورة اللي تبين حجم الإهمال إلى الناس والرأي العام هذا اللي صار فعلا ويا ناشط من محافظة صلاح الدين اللي انمنع من قبل طواقم أحدى المستشفيات والأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المستشفى من دخوله حتى يتبرع بالدم ليش؟ لأنه الأستاذ يمتلك صفحات تنشر الفساد الحكومي بالمحافظة تعالوا نشوف طبعا قبل شوية جتني مناشدة جماعة محتاجين دم وطلبوا منه أن أتبرع لهم دم أنا نزلت بصفحتي أتبرع لهم دم لكون الفصيلة مالتي أي بي زائد وهي المرأة هم فصيلة دمها أي بي زائد توجهت لمصرف الدم مصرف الدم طلب مني أنه راح أتوجه المستشفى التعليمي توجهت المستشفى التعليمي حتى احلل الدم اللي بايدي اعطوني قصاصه اتفاجئ اني مجموعه من الامن مال المستشفى الاستعلامات بالاجهزه طلعوا شلون يتراقبون بالاجهزه ينادون دير بالكم من هذا ابو الاحمر دير بالكم من هذا ابو الاحمر هم طلعوا يتصفنون الامن يابا شكوا من هذا ابو الاحمر اللي بالجهاز قاعد ينادي يقول لهم هذا عنده صفحه مال الديوم وعنده بيجات ينشر بيها زلاني نعم ناشط مدني وانشر والدستور كفل هذا الموضوع احنا مخولين يعني ومعرفين من قبل اعلام المحافظه زين ليش اذا انتم ما عندكم شيء على شنو تنادون؟ من يطب ويصور نشرهم ما شاء الله يفتهمون يعرفون يشتغلون الجماعه عدد مو قليل من العراقيين يضطرون ان يتعالجون بالمستشفيات خاصه اللي انتشرت بصوره كبيره بهوايه من المحافظات العراقيه واللي ملكوها منه متنفذين وسياسيين واحزاب حتى يتخلصوا من طوابير الانتظار الطويلة والحصول على أفضل الخدمات العلاجية بظل حاجة البلاد إلى بناء مستشفيات جديدة بظل النمو السكاني الكبير مستشفيات العراق الحكومية تعاني من الإهمال اللي وصل إلى حد انهيار أجزاء من أبنيتها مثل اللي صار بمستشفى تشبايش بمحافظة ديقار واللي أظهر صور أثار انهيار أجزاء من سقف البناية اللي بعدها لحد هاي اللحظة تستقبل مراجعين تعالوا نشوف
هاي مستشفى ما شاء الله، صلوات على محمد. نروح إلى التعليقات على هذا الموضوع. محمد آل طوش الزرفي يقول: ما فساد الصحة وصل حده ولا يمكن السكوت من أجل الناس الفقراء. أم حبيبة تقول: الصحة تسمع منا وتعبر منا، ولكن أن يومية شكوى عليهم ولا معبرين الناس أبدا، مغلسين يضحكون علينا. أم علاء تقول: شو وقت المسؤول يحس ويعرف هذا الكرسي اللي أنت متعوفه هو لخدمة المواطن؟ الله أكبر، فقط مصالحهم. فاضل الشمر يقول: هيج دي يسوون بالناس على مود تروح الناس المستشفيات الأهلية والاستثمارية، لأن ما شاء الله كثرا بالمحافظة حالها حال المدارس الأهلية. فكانت هاي التعليقات حول هذا الموضوع. 4/6 من شهر 4/6 أو الرابع من شهر حزيران من كل سنة هو اليوم اللي خصصته الأمم المتحدة لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، وحذروا حقوقيون من المخاطر المحدقة بمستقبل الطفولة بالعراق وما تخلفها من آثار سلبية واضحة على المجتمع العراقي. وأشاروا أن عدوان الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بدءا من الحصار اللي استمر من 90 إلى 2003 وصولا إلى احتلال العراق وبعد ذلك تسليمه إلى إيران ومن ثم إلى الميليشيات، انتهك بشكل صارخ حقوق الطفل العراقي، وتعرض الأطفال العراقيين من عام 2003 إلى انتهاكات جسدية جسيمة ونفسية وقتل وإصابات بالغة وفقر وتهجير، وتتصاعد نسب التشوهات الخلقية للمواليد بعد ما كانت تنحصر سابقا بمدن تعرضت إلى تلوث وقصف كثيف باستخدام مواد محرمة دوليا مثل الفسفور الأبيض خلال فترة الاحتلال الأمريكي عام 2003. وتعتبر الفلوجة والبصرة أكثر المدن اللي تكثر بها الملوثات والغاز النفطي إلى جانب الألغام اللي ما تفككت إلى هاي اللحظة. هاي كلها سوالنا قسم التواصل الاجتماعي هذا الانفوغرافيك، خلونا نتابعه. هذا الانفوغرافيك عن حقوق الطفل في العراق بعد عام 2003. خريجين المهن والكليات الطبية دفعة عام 22 بعدهم دا يطالبون بالتعيين وهددوا بالتصعيد السلمي أكثر من مرة بحال تجاهل السلطات الحكومية مطلبهم، يطالبون أن يتم إيجاد فرص عمل لهم وتجاهل مطلبهم بتطبيق قانون اللي يضمن تعيينهم مركزيا بعد أن اكتفت بتعيين جزء منهم وتجاهل الجزء الكبير منهم بسابقة جديدة ما صارت بالعراق سابقا. بهالأثناء تصدر وسم التعيين الريدة للكل دفعة 22 منصة تويتر في العراق لهذا اليوم، اخترنا لكم بعض التغريدات. عمر علي يقول: التعيين الريدة للكل دفعة 22 حكومي صباحي مسائي موازي أهلي طب أسنان صيدلة كليات تقنية تمريض تحليلات بقية المعاهد الطبية والصحية المشمولة بالتعيين المركزي، وهذا ما نص عليه قانون التدرج الطبي والدستور، ولا يحق لكم المنع أو تعيين جزء.
عقيل جعفر، وفق قانون 6 لسنة 2000 الذي لم ينص على تعيين فئة وترك الفئات الأخرى، فهناك نص واضح وصريح تعيين ذوي المهن الطبية والصحية موظفا وفق القانون. حسام الدليمي، وردنا أن الدرجات الوظيفية في الموازنة 40,000 لتعيين ذوي المهن الطبية والصحية، وهو عدد غير كافي لكافة خريجي دفعة 2022، ومن هنا نطالب بتوفير درجات وظيفية كافية للحكومي والأهلي صباحي ومسائي. أما سجاد عادل يقول: المسؤول نايم على التبريد والناس فوق كل الضيم، الدنيا جالسة تفترش الشوارع على حقها القانوني مو على شيء ثاني. شوية حسوا بالعالم، وين رئيس الوزراء؟ شنو هالمهزلة هاي بحق خريجين المهن الطبية والصحية والتمريضية؟ هاشتاج التعيين الريدة لكل دفعة 22. بالعكس، هو المفروض هاشتاج يقول التعيين الريدة للكل، لأنه أبو الـ 22 إذا تعين، أبو الـ 21 شنو مصيره؟ وأبو الـ 20 شنو مصيره؟ واللي قبله واللي قبله واللي قبله. المشكلة اللي تصير اليوم بالعراق أنه أكو سنوات كثيرة من الخريجين اللي تخرجوا بالعراق، ومئات الآلاف من الخريجين اللي قاعدين لا شغل ولا عمل على الطالب والطالة، والسبب أنه ماكو تعيين. بالمقابل أكو شخص ما يفتهم، ما عنده شهادة، ممكن محصل ابتدائية أو متوسطة، ده يشتغل بأعلى المناصب. ليش؟ لأنه دفع المالات وأخذ المنصب، أو عنده ابن عم، ابن خال، ابن نسيب، ما أعرف شنو، يشتغل بواحد من الأحزاب أو الكتل السياسية اللي دفعها بقصبة بردي على مود يشتغل. فالمفروض التعيين يصير للكل مو بالمالات. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجود اليوم بحلقة صوتكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر. انتظروني، في أمان الله.